السلام عليكم أصدقائي، راح نكمل معكم سلسلة مهارات قتالية. المجموعة هاي بعنوان تمرين لتحسين قتال الكاراتيه اللي هو الكوميتي، تمام؟ لنحسن الحركات نفسها، راح نعطيكم تمارين إضافية، تمارين جديدة لكل حركة على حدة. مجموعتنا اليوم راح تكون عن الجاكزوكي. الجاكزوكي اللي يدعس الرجل لكمة الجاكزوكي، أوكي؟ راح نعطي فيديوهين عنها التمارين وفيديو عن الأخطاء، راح يساعدنا الكابتن مروان. قبل ما ابتدي بدي بس اشرح او اعطي توضيح بسيط على الجاكزوكي. الان الكابتن لعب هون مثلا جاكزوكي واحد، تمام؟ الان اغلب الناس بيلعبوا بهذا الشكل، شوف لعب بهذا الشكل هيك، شوف المسافه اللي بينه وبينه، لازم مش انه يكونوا كتافه على خط واحد، لازم تدخل الكتف زياده لقدام، مفهوم؟ بهذا الشكل، شوف كيف وصلني، يعني من هون كان اعطاني مدى اضافي، اوكي؟ هاي اول نقطه. اذا هاي بتعتمد على دوران الخصر نفسه، يعني ما بيلعب الخصر هو اللي بلف، مفهوم؟ هاي اول نقطه. ثاني شغله طبعا هاي برجع بذكرها في فيديو ثاني، انه عندي الخطا هذا، في ناس كثير بركز انه مثلا ممكن تقلب هيك رجله، شوف هيك، او مثلا معتمد على هاي الشكليه، هاي بعد فتره بتعمل له مشاكل في الركبه، تمام؟ فالصحيح منها اني اطلع بهذا الشكل وادخل في الحركه من هون هيك، مفهوم؟ عشان يصير يعني الحركه خط مستقيم، ما يكون فيه ضغط بزاوية خطأ على الركبة، تمام؟ نيجي للتمرين الأول. الآن أول تمرين راح أطبقه أنا عشان بس تفهموا الحركات. التمرين هذا مهم كثير للي عشان تستخدم الخصر. وصل؟ الآن عندي هون واقف وقفة، ماشي؟ دفاع هون دفاع. شوف إيدي، واحد توقيت وصول إيدي مع إيدي هاي مع بعض، واحد اثنين، في النهاية بعطي قمة القوة، واحد اثنين، تمام؟ نعطي باور قوة، واحد هاي اثنين ثلاث. مثلا سوينا هون واحد، هون ها اثنين ثلاث. شوف في النهاية بدخل خصري كامل بقوة عالية في الحركة، مفهوم؟ هذا أول تمرين ركز عليه. طبعا تقدر تسويه في اليمين، تقدر تسويه في اليسار. نجي للتمرين اللي بعده. الآن لما بدي أدخل الجاكزوكي، لو أنا مثلا من مسافة بعيدة أقفزها بقفزة واحدة، واحد مش حيكون صعب علي شوي الدخول، مفهوم؟ بدي أحط قفزة مساعدة. القفزة المساعدة هاي إحنا بنسميها ربع كامل. شوف من هون، شوف ربع كامل، وصل؟ زي المباراة، زي إذا بتعرفوا زي السيف الفرنسي، واحد مش هيك بسوي؟ نفس المبدأ. الكابتن حسوي بطيء، واحد ربع، ها ربع كامل، ربع كامل، واحد ستوب اثنين، شوف بطيء، واحد اثنين، تمام. الآن الحركة هاي لو بدي أدمجها الجاكزوكي بالضرب الثاني بتكون بالقفزة الثانية. شوف الأولى هون واحد، أنا عشان بس أموه على خصمي، طبعا الكعب إيش مرفوع، أنا هون جامب هاي ربع، شوف بعدين دخولي، وصل؟ هاي أول شيء بتشوش على الخصم. شغلة ثانية ممكن تخدعه. شغلة ثالثة بقيس نبضه اللي هي إيش يعني رد فعله. كمان شغلة بتعطيني عنصر مساعد للسرعة، وصل؟ وبتقرب المسافة علي، وصل؟ لما بدي أدخل بدي أدخلها بسرعة عالية، يعني هون جامب، شوف بدي أدخل عليه من هون، هاي أنا أمام خلف أمام خلف من هون، أوه رجعت سريع، ها أوه رجعت سريع، مفهوم كيف؟ يجي التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده الكابتن وجهك لهون، حيلعب في الجاكزوكي يمين يسار، شوف إيده فوق، حيبدأ وضع جامب خفيف، رافع الكعب، جامب خفيف جامب خفيف، حيلعب جاكزوكي بجاكزوكي عكس. شوف الفكرة إنه يستخدم خصره ويرجع سريع، وصل يا رب. ورجينا، ها واحد اثنين، ها واحد اثنين، ها واحد ها اثنين، ها واحد اثنين، تمام حلو. الآن لما أنا بستخدم في نهاية الحركة واحد خصر، شوف اثنين خصر، لما بدي أعطي شوف ببدأ من وضعية القفز. الآن كأنه مقسوم أنا نص هون نص هون، نص حشتغل هون وأعطي رد الفعل سريع هون، جام جام جام، واحد اثنين، ممكن أضيف عليها ربع كامل، واحد اثنين، طبعا ربع كامل هذا بحتاج تمرين، واحد اثنين واحد اثنين، مفهوم كيف؟ نجي للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده طبعا هاي شوي حتكون صعبة في البداية. وقفت الهاي كوداتش بهذا الشكل، هاي كوداتش، شوف كيف؟ رجلي خط واحد، رجلي على مستوى كتافي، من هون واقف، إيدي هون، شوف حدخل جاكزوكي واحد، شوف كيف؟ واحد بسحب اثنين ثلاث، مفهوم؟ طيب نسوي سريع، مثلا انا هون اتش واحد ها اثنين ها ثلاث اربع لهون هاي واحد اثنين ثلاث، مفهوم كيف؟ تمام. طبعا هذا يعني مع التكرار تيجي معك الحركه، مع التكرار طبعا مش انها مره واحده راح تيجي معك. الان في كمان تمرين مثلا الكابتن واقف هون وقفة قتال، طبعا ممكن استخدم انا التمرين لحالي، انا واقف هون يوي، ممكن يعطيني هو اعاز،
ممكن لمس كتفه، ممكن انا اتمرن لحالي. يعني لو لمس مثلا كتفي، المس ورجع كتل، المس ورجع مثلا واحد ورجع، رجع سريع. ها مره ثانيه المس، ها تمام، لمس المليبين انا هون هي واحد واحد جاك زكي وصل. طبعا او بدون مثلا بدون كابتن خلاص رجع. انا هون ثابت، شوف من هون عشان اطور الدوران واطور قوه الخصر. برد ارجع، برد ارجع، برد ارجع، واحد برد ارجع، دوران قوه، رجعت دوران قوه. مفهومه كيف؟ اذا دوران وخلي نقطه الهجوم على نقطه واحده، يعني ما بجيب الحركات بشكل زوايا، ضربتي لقدام. مفهوم؟ نجي للتمرين الاخير. التمرين الاخير الان انا والكابتن هون، شوف حلعب، ممكن اشتغل مزدوج، اشتغل عادي. حاشتغل اول شيء عادي لو انت مثلا تشتغل فردي. مثلا انا هون جالس، شوف نص جلسه رفعت الكعب، او ممكن مثلا وسعت رجلي بهذا الشكل، وصل زي جالس على الكرسي. حطلع من هون واحد برجع، هاي اثنين برجع، وصل واحد جاك زوكي برد ارجع. ممكن ما بس ما ازيد فيها كثير، اكون رافع رجلي بهذا الشكل واطلع في الحركه بشكل سريع. مفهوم؟ ارفع الكعب واطلع بالحركه بشكل سريع، وصل. يعني انا هون هي ايدي هون، شوف واحد هوب هون رجعت، هي اثنين. لو بدك تشتغل مزدوج كابتن ارجع لورا شوي، لورا لورا لورا، اجلس. يلا ها انا وياه، طبعا بيجينا لعاز مثلا بعد 10 هو بعد 10، ايدي هون مثلا انا بديت ها هوب سجلت، رجعت لنفس المكان اثنين، سجلت ورجعت لنفس المكان. مفهوم كيف؟ طبعا مع نهايه الفيديو بتمنى انك تتابع الفيديو الثاني والثالث وتنشره لاصدقائك، ويعطيكم الف عافيه.